هبتدي بيها عكس العادي اللي هي على الطرف الأول طبعا، وهيبقى عليكم نعرف إن هما تلات حاجات اللي هي الانفستيشنز بتاعت الغابة التحسينية والأسباب والانفستيشنز. هنبص على شوية ايميجز بعد ما نخلص الحاجات دي. ده طبعا الموضوع كله شفتوه انتوا وشايف جنب الخليج، لكن حاجات تانية كلها لقيت المفارقة الرواية دي. كان عندنا اثنين كيس اسمي بتاعت بس ما عندهمش، بس طبعا مش هتيجي عشان لو خدنا بيهم الوقت كله هنضيع فيهم، هنعملهم هنزورهم حتى لو كده. فالقصه بقى الصوره دي كانت كيس اسمي بالسكان بتاعتها بيقول اثرت سبب نيرون في ميل كومبينت اوف ايزي كوميونيتي بروجريس اكتيفيتي ووكينج اند فاينلي شي سستين بعدها تفشل في الفيبرا هناك. البيرفكت اكس اي سوب ذا ديفيوز اوستيوبينيا ذا سيرم كالسيوم واز 11 اند ذا سيرم البيومين واز 2.5 طبعا جرامز بير سنت والالبيومين ملي جرامز بير سنت. هنخلي بقى المول لما يعني مشكل بقى بيبقى موجود في الحلقه الرابعه سوبر سيل مشكل بقى السبب المفضل في ان نقص من هناك ان وصلنا هابي تو اوبريت بيفور ريكوستنج راديو ايزوتوبيك سكان او هيك ان بلاد تيست. والأسئلة موجودة فطبعا دي واحدة عندها هايبر بارا تايرين والانفستيشنز موجودة هنقولها مع بعض ممكن انفستيجيشن والحاجات دي. وات از ذا موست كومن دايجنوزز هايبر بارا الانفستيشن بتاعت الهايبر بارا بتتلخص في الكلمات اللي هي مكتوبة في البوكس اللي بنزلكم على اليمين دي ولا على الشمال دي على اليمين مش عارف دي البوكس الراعي اللي هو بنقول عليها في ديزيز اوف بون ستونز ابدومن جرون سايكل بونز فاتيجا اوفر تونز بيختصروها بالستيتمنت المشهوره بتلخص كل الانفستيشنز بتاعت الهايبر بارا او بتاعت الهايبر كالسيميا. الهايبر كالسيميا والهايبر بارا هي اوفرلاب مع بعض. الموست كومن كوز اوف هايبر كالسيميا از هايبر بارا فاليزم زي ما انتم عارفين هو وايه كمان بيكونستيتيوت باس ماجورتي والمالجنس هي الاثنين مع بعض يعملوا الباص ماجورتي اوف كوز اوف هايبرتنسيميا 90% او حاجه من كده بيبقوا حاجه كده بيبقوا السببين دول. فالانفستيشن بيقولوا ذا ديزيز اوف بونز ستونز ابدومينال جرون سايتيك بونز فاتيك اوفر تونز بيختصروا الستيتمنت دي. دي من الحاجات اللي انتوا عاوزكم تدخلوا بقى كده هم ثلاثه بوكسز صغيرين كلهم خمسات. ايه الاسباب بتاعت الهايبرتنسيميا وايه المانيفستيشنز بتاعت الهايبرتنسيميا؟ طبعا كونسنتريتنج ا لوت اون هايبر بارا لانه هو السبب الموست كومن. اوكي فبيقولوا عليها تاني ذا ديزيز اوف بونز ستونز ابدومينال جرونز سايكيك بونز فاتيج اوفر تونز. طبعا فاتيج اوفر تونز اند ايزي فاتيجابيلتي كلنا بنبقى تعبانين في اوقات وكلنا يعني حاجه الريتش بقى واسع. سايكيك مونز يعني ديبرشن، مونز يمون يعني يتأوه، وسايكيك مونز يعني ديبرشن، ابدومينال جرونز، جرونز يعني بين. طبعا عندهم ابدومينال بين اللي بيجي لهم ما اعرفش انتوا عارفين ولا لا، بس الناس اللي عندهم هايبر بارا معرضين يجي لهم بيبتيك ألسر وبيجي لهم بانكرتايتس وبيجي لهم كونستيبيشن فبيجي لهم ابدومينال جرونز. غير اللي بيجي لهم ايه كمان زي ما بيتقال في الستيتمنت دي ستونز بيجيلهم يورينري ستونز ان الكالسيوم بتاعهم بيقولوا they lose their skeleton in their urine. الكالسيوم بيبقى موبيلايز من البول وبيزيد قوي في الدم فبينزل في اليورين. الباراثورمون المفروض انه بيعمل تيوبولر ريابزوربشن للكالسيوم بس لما الكالسيوم بيزيد قوي وموبيلايز الكالسيوم من السكيلتون فبي لوز ذا سكيلتون ان اليورين فبيكونوا بايلاترال ريكارنت ستونز فبيجيلهم ريتيرك كوليك او بيجيلهم رينر كوليك فعندهم ابدومينال جرونز. وطبعا بونز لان هما بيديكالسيفايد البونز هتشوفوا معايا ريجنز كتيره كمان شويه وريها ازاي البونز بتبقى ديكالسيفايد. ففي الفول بلون بيكتشر بيعملوا لوكالايز بون سيسس معرفش سمعتوا انتوا على الطيب ولا لا بيسموها ايه؟ اوستيايتس فايبروزا سيستيكا يعني اوستيايتس فايبروزا سيستيكا او فون ريكلينغهاوسن ديزيز اوف بون. انت هتقرا البارا
اتصال ما ينفعش، هي معلومات واحده بتتقري من حته، يعني احنا كاننا بنعمل اندوكراينز في البطن كمان بالاضافه للجراحه بتاعتها، وهنعمل في الادرينال كمان، يعني احنا بنعمل ادرينال والباراثايرويد، وهنتكلم على الميدالي كارسوما كاتر اللي احنا ما اتكلمناش عليها، وهنتكلم على التيومرز ان جنرال بعد ما نخلص الاندوكراينز سيرجري. دي انتوا هتلاقوها هي والكالسيوم بالتفصيل هتلاقوها عندكم في الحته بتاعت الجنرال اللي هي في كتابكم في الاول. اوكي. ف الهايبر فارا والهايبر كالسيوم بيخسروها للحاجات اللي بيقولوا ديزيز اوف بونز ستونز. طبعا مش كل اجزاء الهايبر كالسيوم بتدي كالسيفاي بونز، لانه في حاجات مثلا بتبقى بسبب ان الناس بياخدوا فيتامين دي كتير، فاذا كانوا بياخدوا فيتامين دي كتير البون مش هيبقى دي كالسيفايد، لان انتوا عارفين فيتامين دي المفروض ان هو بيديبوزيت الكالسيوم من البون. لكن عموما الهايبرفارا بتاعتها والهايبركالسيوم هي بونز ستونز ابدومينال جرونز سايكل بونز فاتيج اوفر تونز. لو فصلناهم شويه، لو يعني فردناهم شويه، فاتيج اوفر تونز يعني ايزي فاتيجابيلتي، بيجوا ستات كبار، الست دي صغيره لكن دي قصه حقيقيه، لكن هم بيجوا عليهم الستات الكبار. الهايبر بار بيجوا اكثر الستات الكبار كتير زي ما قلنا، بيبقى ديسكفرد او الهايبر كتير بتبقى ديسكفرد جوني تشيك اب، واحد يروح على واحده تروح تعمل تشيك اب وهي كبيره يقوم يلاقوا عندها هايبر كالسيميا، ويبتدوا يدوروا على ايه سبب الهايبر كالسيميا. كتير يطلع هايبر بار واعوذ بالله شويه يطلع منهم عندهم مالجنسي وهي اقل من حد يعرف. كده طبعا ممكن الموضوع يزيد قوي قوي، يجي وهايبر كالسيوم كرايسيس، الكالسيوم يزيد قوي يحصل بوليوريا فظيعه ودي هيدريشن، يدخلوا في كوما زي ما كنا قلنا مع الايه؟ مع البريست كانسر. مش احنا اتكلمنا على هايبر كالسيوم مع البريست كانسر، ده من ضمن الاندوكرينولوجيكال ايمرجنسيز، زي الثايرويد ستورم، زي الاكستيما كوما، قلنا اندوكرينال ايمرجنسيز معروفين، ويجي بعدهم اديسونين كرايسيس، يعني كل الاندوكراين جلاند بتبقى لها هايبر وهايبو، غالبا بيبقى لهم سيفير فورمز، يقول لها كرايسيس او ستورمز او زي ما يكون بقى. فهي دي الحاجه الثانيه اللي هي السايكيك فورمز، زي ديبرشن، ابدومينال جرونز، ابدومينال بينز، جرون يعني بين، ابدومينال جرونز، they're constipated، they've got peptic ulcer، they've got او they may develop يعني peptic ulcer، they may develop pancreatitis. لو انتوا قاريين البنكرياتيتس بتعمل هايبوكالسيميا، لكن الهايبوكالسيميا بتعمل بنكرياتيتس. يعني الواحد اللي عنده هايبوكالسيميا يجي له بنكرياتيتس، واللي جاله بنكرياتيتس ممكن يجي له هايبوكالسيميا. ان لو انتوا فاكرين الفاتس اللي بتطلع في البطن بتمسك الكالسيوم بتعمل سوبس زي ما كانت بتعمل في البريست، اوتوماتيك فات نكروزز ويقلل الكالسيوم في الدم. فالبنكرياتيتس يعمل يقلل الكالسيوم، لكن الكالسيوم العالي يعمل بنكرياتيتس. وده يعمل اوكزاليت ستون. وده يعمل اوكزاليت ستون. صح، ويعملوا اوكزاليت ستون في الانتستين لو كان في مال ابزورشن والكلام ده. صح طبعا. كمان بيجي لهم رينال ستونز باي لاترال ريكارنت، لما الواحد يجي له باي لاترال ريكارنت رينال ستونز بيفكر ان حاجه بتورط، لكن طبعا انتوا عارفين البصل دلوقتي اوف ستونز افري وير ان بودي ديفلوب فور انو ريزن، يعني اغلبيه الناس اللي جايلهم ستونز في البيلري او في الرينال بيبقى في الاخر السبب لو محدش بيعرفه، وبنقول عليهم ستون فورمرز وخلاص، لكن كل شويه هنلقط واحد عنده هايبر بارا جاي بلاترال ريكارنت فينال ستونز بيريتريك باليك، بيعملوا بوليوريا وبوليديبسيا، لان الكالسيوم بيمبير الريسبونس بتاع الكدني للاي دي اتش، بيخلي الكدني ما تعرفش تكونسنتريت اليورين، فبيمبير بيعمل حاجه زي الكتروجينيك دايبيتس انسيبيدس، بيخلي الكدني ما تقدرش تسبوند للاي دي اتش، يوم يبقى فيه بوليوريا، اذا كان فيه بوليوريا يبقى فيه بوليديبسيا، يبقى عطشانين، وده من الاوزان قوي 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 هيخلي العنيد يبقوا ديهايدريتد وفول اوف هايبر كالسيميك كرايسيس، لما الكالسيوم يعلى قوي يوصل للغلاف بتاع 14 او 15 يبقى ايمرجنسي اللي جالهم هايبر كالسيميك كرايسيس. احنا المره دي قلبين الموضوع، احنا بنعمله على الكيس هيستوري، يعني احنا بنشتغل بنعمل الهايبر بارا على الكيس هيستوري بالمره عشان نبقى قلناها، وبعد كده قرينا دي هتبقى غبيه جدا، هتبقى ما بقاش فيها حاجه. فلما الست تيجي بالمانفستيشنز اللي هي ست متوسطه العمر او كبيره، تيجي بالمانفستيشنز اللي هي الفيري فيج دي، لان كلها فيري فيج مش كده، يعني احنا كلنا
احنا النهارده مش مبسوطين، احنا تعبانين، وي ار كونستيبيتد، عندنا عطشانين، مش عارف، كلها حاجات يعني ما هياش فيري سبيسيفيك. اوكي، لما البونز بتديكالسيفاي وتبقى فيري لوكالايز وتعمل ليتيك ارياز، تلايس البونز في ارياز بيبقى عليها، وتبقى سيستس في الاكس رايز بيبقى عليها اوستيايتس فايبروزا سيستيكا، بيسموها اوستيايتس فايبروزا سيستيكا، بيقول عليها فون ريكلينج هاوسنز ديزيز اوف بون، بيقول عليها فون ريكلينج هاوسنز ديزيز اوف بون، ويقول عليها اوستيايتس فايبروزا سيستيكا. الواحد لما بيلاقي عايز يستخدمها ازاي؟ لما الناس يجوا في هايبر كالسيميا الواحد بيعمل ليست انفستيجيشنز، ان هم مكتوبين على الجنب بيفكر في ليست الاشياء اللي بيمر عليها في البلد. طبعا بيعمل سيرم كالسيوم اللي هو جايب هايبر كالسيميا. احنا قلنا لو رجعنا للرول اللي كنا قلناها ان الناس بيبريزنت البريزنتيشن بيبقوا ثلاث انواع كبار، واللي قلنا وراك قبل كده كتير ان الناس الديزيز لها ثلاثه برزنتيشن كبار، يا اما يبقوا اسمبتوماتيك يجوا كومبليكيشن يجوا سيمبتوم غير كومبليكيشنز. مش لازم الواحد لما يتسال يقول انا بقول كده وكده، بس هو ينظمها في مخه بحيث ما ينساش. يبقى الناس بيجوا كده، يا اما بيجوا تشيك اب كالسيوم ذات بروفز تو بي هاي، يا اما بيجوا هايبر كالسيوميك كرايسيس، هايبر كالسيوميك كرايسيس يبقوا ديهايدريتد وكوماتوز، يا اما يجوا في الوسط الكلام اللي احنا بنقوله ده اللي هو الايزي فيجيبيليتي والدبرشن والكونستيبيشن والبوليوريا والبوليديبسيا والهايبرتنشن. انتوا معايا مش كده؟ التلاتة برزنتيشنز كنا قلنا عليهم قبل كده. All diseases in the body present with three groups of manifestations. يعني نعمل سيرم كالسيوم والفوسفورس، ونشوف اليورينري كالسيوم والفوسفورس. طبعا remembering that the most common cause of hyperpara or hypercalcemia is hyperparathyroidism، فنعمل طبعا سيرم بي تي اتش اللي هو البارا هرمون. هما ثلاثه بوكسز، كل بوكس خمسه. طبعا ما فيش حاجه اسمها ثلاثه بوكسز وكل بوكس خمسه، لان ممكن قوي الابروتشز مختلفه من كتاب لكتاب، بس هي طريقه للواحد يسهل على نفسه الحجز مش اكتر من كده. لكن ايه، كل واحد ممكن هو الانفستيجيشن اكتر من كده، يعني ممكن واحد يغير قوي الابروتش، لكن هي طريقه بطرق. ثلاثه بوكسز كل واحده خمس حاجات. الاسباب بتاعت الهايبر كالسيميا عايزين نتكلم عليها شويه، حالا مثل لما نخلص الانفستيجيشنز. الهايبر بارا اللي هي البارا هرمون لما بيبقى زايد، البارا هرمون بيعمل ايه؟ بيحاول يزود الكالسيوم في الدم. البارا هرمون هو الهرمون المسؤول عن زياده الكالسيوم في الدم، ف مصادر الكالسيوم هيبقى انه بيزود الكالسيوم من الجي اي تي، بيخلي الكالسيوم يبقى ابزورب من الانتستن، بيخلي الكالسيوم ما يبقاش سكريتد في اليورين، ويمويلايز الكالسيوم من البون. يعني البارا هرمون ده هو هيشتغل بالطرق دي، عاوز يزود الكالسيوم في الدم هيعمل له ايه؟ الواحد بياخد كالسيوم يقوم يبزورب من الانتستن، ده المصدر بتاعه اللي من بره، والكالسيوم الموجود في الجسم مش هيخليه ينزل في اليورين ويموبيلايز للبون. وعشان كده بيقولوا they lose the calcium in the bone in the urine، لانه لما البارا هرمون يعمل هايبر كالسيميا شديده قوي يقوم الثريشولد بتاع الكيدني تري ابزورب الكالسيوم هيبقى سوبرسيدد او اوفر كام، فيبتدي الكالسيوم ينزل في اليورين، يبتدي الكالسيوم ينزل في اليورين. كلكم عارفين ان الكالسيوم والفوسفور سيتد مع بعض بكونستنت، يعني اذا كان الكالسيوم يزيد الفوسفور لازم يقل، اذا كان الفوسفور يزيد الكالسيوم لازم يقل، في كونستنت ما بينهم. فطبعا البارافورمون بينزل الفوسفيت، ينزل الفوسفورس، ينزل الفوسفورس اليورين، ويتم الكالسيوم بكل الاحوال. البي تي اتش بيبقى عالي، البارافورمون بيبقى عالي، واليورين الكالسيوم هيبقى عالي، واليورين الفوسفورس هيبقى عالي. البارا هرمون بيخلي الكيدني تري ابزورب الكالسيوم، بس لما ينزل في الدم يعلى قوي والابيليتي اوف ذا كيدني تو ري ابزورب كالسيوم هتبقى اوفر كام، يبتدي الكالسيوم ينزل في اليورين. هو من الاول بينزل فوسفيت في اليورين، هو بينزل فوسفيت يورين من الاول، يبقى في الدم يبقى الكالسيوم عالي والفوسفيت واطي، وفي اليورين يبقى الاثنين عاليين والبارا هرمون بيبقى عالي. للاسف السيرم كالسيوم ما هوش من الحاجات البسيطه كده اللي الواحد يقدر يقول اعمل سيرم كالسيوم واتبسط بالنتيجه.
السيروم كالسيوم لو في كذا تريك. انتوا كلكم معاكم ورقه؟ ما كانش حد معاكم ورقه؟ معاه ورقه. في ورقه كيس تسري على الهايبر باراثايرويديزم، وفي ورقه هنا لو حد ما معهوش ورقه بياخد ورقه عشان يبقى يقرا منها. فالواحد لما بيعمل سيروم كالسيوم، لما بيعمل سيروم كالسيوم زي ما هو بتشف الكيس تسري، النورمال سيرم كالسيوم كلكم عارفينه كام؟ النورمال سيرم كالسيوم 9 على 11 بالظبط، 9 على 11 ملي جرام بير سنت، 9 على 11 ملي جرام بير سنت. بس ده التوتال كالسيوم. التوتال كالسيوم مش هو المهم، المهم عامله كده بالظبط زي التايرويد هرمونز. مش التوتال كالسيوم هو المهم، ده هو مين المهم في الفانكشن بتاعت الكالسيوم؟ الايونايز. الاينايز زي بالظبط لما كنا بنتكلم عن فرد هرمونز بنقول فري ثيروكسين ولا توتال ثيروكسين. قلنا لو كنا هنعمل توتال ثيروكسين لازم ناخد في اعتبارنا كميه الايه؟ التي بي جي. بالظبط. لكن لو عملنا فري ثيروكسين، عملنا فري ثيروكسين خلاص الكالسيوم نفس الكلام. اذا كنا هنعمل توتال يبقى لازم ناخد في اعتبارنا الكميه البروتين اللي ممسكه الكالسيوم اللي عامله الباوند كالسيوم، اللي هو مين البروتين اللي بيمسك الكالسيوم؟ الالبوم. بالظبط نفس التريك، نفس طريقه التفكير بالظبط. كنا في الثايرويد، انا برجع للثايرويد عشان مقارنه، عشان تشوفوا ان كل حاجه عامله زي بعضها اكثر مما هي مختلفه. هم الناس بيقعدوا يستريس الديفرنسز بس كتير قوي، في سيميلاريتيز بتطمن الواحد ان هو كل حاجه لها باترن واحنا ماشيين عليه. يعني لما كنا بنتكلم على الثايرويد كنا بنقول التوتال هرمونز والفري، نفس الكلام في الكالسيوم عندنا توتال كالسيوم والاينايز. الاينايز هو الاحسن، يبقى الواحد لو عاوز يعمل اينايز كالسيوم فير انف. وكميه الكالسيوم اللي تبقى اينايز في الدم حوالي النص، يعني بالنص 50 و50 او 55 و45 يعني الاقل شويه هم اينايز. في اينايز كالسيوم هو ده هو ده المسؤول عن الفانكشن. ولو تفتكروا في البي اتش بتديترمن ذا امونت اوف اينايز كالسيوم. مين يعرف ازاي المعلومه دي؟ البي اتش بتعمل ازاي؟ البي اتش بتشتغل على الكالسيوم، يعني لما البي اتش يحصل لها ايه الكالسيوم يحصل له ايه؟ الالكالوزز بتعمل ايه؟ بتقلل. بالظبط كده. انتوا خلوا حد هايبر فنتليت السيركلي ولا هايبر فنتليت فاني ليزن الدنيا دي تدخل في كاربت سبازمز بتتني. بالظبط كده. فمعروف الالكالوزز بتعمل ديمنيوشن للنويز كالسيوم، ما بتعملش مش بتقلل التوتال كالسيوم، هتقلل لانها تزود البايندنج بتاعه لكن تقلل الانويز اللي هو بيفانكشن. معروف اشهر مثال للالكالوزز في الجراحه، اشهر مثال للالكالوزز في الجراحه اللي هم الناس عندهم ايه؟ فالار اوبستراكشن. لانهم فالار اوبستراكشن اللي هم قاعدين يفضل فدي لوز هير، دي لوز هير اكس ال، عندهم ميتابوليك الكالوزز و تلاقيهم دخلت في كاربت سبازمز لان عندهم ديموشن من نايس كالسيوم. فاذا كان الواحد هيعمل الكالسيوم لازم يعرف هو توتال ولا ايونايز. والتوتال رقمه معروف، الايونايز حوالي نصه. التقريب في الارقام مش وحش، مش حاجه وحشه الواحد يقرا في الارقام بحيث انه يفضل مطمن لها بدل ما يعرفش خالص يعرف حاجه اقرب للحقيقه بدل ما يعرفش خالص. قول نص يعني هو المينيم بتاعه مثلا 5؟ اه يعني اصل هيبقى لازم اقعد بعد كده نص ولا لا؟ هو الواحد لو عاوز يبقى دقيق قوي يطلب على طول اينايز كالسيوم، يعني احسن يطلب توتال يطلب الاينايز على طول زي الثيروكسين بالظبط، يعمل فري ثيروكسين هرمونز ما بيعملش ما بيطلبش التوتال. فلو هيطلب الايلويز هيبقى احسن. الكالسيوم معروف ان هو كمان له ولا بلاش يبقى لازم نشوف البي اتش، ولازم كمان نشوف كميه الالجوم. لازم نشوف كميه الالجوم معروفه في ايكويشن بتصلح الكالسيوم بالنسبه لكميه الالبوم بيضربوا
بيجيبوا يضربوا 0.8 في الفرق بتاع القلب من الأربعة. يعني الست اللي عندكم دي، الكيس اللي عندكم دي، الكالس بتاعها كام؟ 11. ده مش عالي، مش كده 11 ده بوردر لاين. هو ليه مش عالي؟ هو 11 ده هو ده لا بوردر لاين، احنا كنا عاملين يعني هاي نورمال او هاي سورمال، احنا كنا عاملينه ده اعلى من كده عشان ما تقولش هاي كفاره. هو مطمن عاوز يلاقيها هايبر كالسيميك، يعني مش هايبر كالسيميك لسه مش كده؟ هي 11 هو مش عالي عشان قلبي الواطي، عشان قلبي الواطي، فبقى الجزء الباوند منه بقى واطي لان قلبي الواطي، لكن الايونايز هو اللي هيبقى زايد. فالواحد في الوضع ده هياخد ايونايز يا اما يكولاكس السيرم كالسيوم اكوردنج تو هايبر منين يا بريزنت. هيكوريكتد ازاي؟ هيقول انا هنا 2.5 يعني واطي على 4 1.5 يبقى هضرب 1.5 في 0.8 وازود الاطلاعي على التوتال كالسيوم اللي عندي. اعمل لازم اعمل كوريكشن للكالسيوم، لازم اكوريكت الكالسيوم بالنسبه للقلب والا ابقى الكالسيوم اللي عندي يبقى مش صح، الا طلبت له هايلايتز موضوع تاني. لو عملت ايلايز يبقى الموضوع هيبقى اتقفل خلاص. يبقى هشوف الفرق بتاع القلب من 4. طبعا لو القلب من زايد هنقص، لو القلب من زايد هنقص، يعني لو القلب كان 6 مثلا يبقى انا هزود هنقص 4 من 6 يطلع لي ماينس 0.2 او ماينس بوينت، قصدي ماينس 2، وانا ازود انقص منه مش هزود. لكن هنا القلب المواطي يبقى لازم ازود الكالسيوم اللي عندي ده. يبقى ليه واي ذا سيرم كالسيوم نوت نوت اليفيتد؟ لا في حاجه كمان على فكره، الكالسيوم برضه فيه تريكس. بعد ما ياخد كالسيوم، لما ياخد عينه كالسيوم لازم ما يحطش تورنيكيه. لما ياخد عينه كالسيوم لازم ما يعملش اكسرسايز في ايده. لما ناخد عليه كالسيوم لازم ما تبقاش ريفريجريتد. كلها تريكس يعني، سيرو كالسيوم ده مش من الحاجات اللي هي السهله كده، ولازم يبقى ممتنع شويه عن الحاجات اللي فيها كالسيوم، ولازم يعيده. ما هوش الكالسيوم تبع كذا خلاص. انت عارف ان الكالسيوم ايلايزد وتوتال. عرفت الايلايزد هو الـ هو الالتيميت. ولو توتال لازم نشوف كميه الالبيوم. لو ايلايزد لازم نبص على البي اتش. عشان البيتش هتفرق قد ايه منه ايونايزد. ولو كنا ناخد عينه وناخد عينه طبعا لازم نحطها ناخدها من نفتو ميكي مينرال اكسايز الارض، ولازم تبقاش ريفرجريتد تعمل ايميديتلي ولازم تتعاد. واي از ذا سيرم كالسيوم نوت مارك اليفيتد؟ عرفته طبعا. وات بلاد تيست وذا سيرجن ريكويست؟ الجراح ريكويست ايه البلاد تيست الواحد يحب يعمله؟ فوسفورس. لو بلاد تيست واحد باراثورمون او ايلايز كالسيوم زي ما انتوا عاوزين. باراثورمون او ايلايز كالسيوم. Is it justifiable to operate before requesting an angioisotopic scan? طبعا as a rule it is well known that parathyroids are not palpable. You cannot palpate a parathyroid gland. It is very difficult to have a gland that is like enlarged to the extent of being palpated. يعني ما حدش يقدر يحط له على الرقبه يقول له حاسس بارتايرويد. Only in exceptional circumstances. فالقاعده تقول انه لو واحد عنده هايبر، واحده عندها هايبر بارا معروفه وحس حاجه في الرقبه، حس حاجه في الرقبه تبقى دي اولى انها تبقى ثايرويد نوديول. An associated ثايرويد نوديول. انتوا معايا ولا لا؟ يعني بارتايرويد ما بتحسوش. مش زي الثايرويد ما بيتحسوش، ولا الثايرويد ما بيتحسوش. يتحسوا قليل قوي 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 ويبقوا كارسينومز. لكن نادر قوي لما الواحد يحس باراثايرويد ادينوما. ما هو ايه هو ليه في الباراثايرويد هم ادينوما هايبرفيزيا يا كارسينوما. فيو كانوت تايبيت باراثايرويد جلاند. او يو ازي ات از فيري ديفيكلت فور ذا باراثايرويد تو بيكم ان لارج اكسنت اوف بين تايبل. اولى ان الواحد لو كان حاسس حاجه في الرقبه تبقى دي ثايرويد نوديول، تبقى مور كومن، تبقى ثايرويد نوديول. احنا كلنا طبعا
طلعت بتحسها. ولو كانت فعلا بارا ثايرويد تبقى بارا ثايرويد كارسينوما اكتر منها تبقى بارا ثايرويد ادينوما. Is it justifiable to print for requesting a radioisotopic scan؟ هنرد عليه حالا دلوقتي. بس انتوا شفتوا معايا قبل كده البارا ثايرويد سكانز، وفي بارا ثايرويد سكان مرسومه لكم، انا مش مرسومه لكم متصوره بالورقه اللي معاكم. مين يعرف يقول لي اسمها ايه السكان دي؟ دي الميدي سكان. دي الميدي سكان. دي الميدي، الميدي اللي عليه تكنيشيو. الام اي دي اي. هتبصوا معايا على سكانز حالا دلوقتي، انا متحضر لكم كلهم، فهتبصوا معايا حالا عليهم دلوقتي. الميدي سكان. الباراثيرويد قلنا قبل كده انها بيبقى تبقى صغيره، ولا ينفع نعمل لها ساوند، ولا ينفع نعمل لها سي تي او يعني شبه فيري اكيوريت. السي تي والام ار اي والالتراساوند والكلام ده، فنعمل لها راديو ايسوتوبيك سكان اللي هي الميدي سكان. الميدي سكان، الميدي ميستو انه بيتاخد بالثايرويد والباراثايرويد، بعد شويه الثايرويد تجاه فيلوبيت، ولو في باراثايرويد اندوما تفضل عامله له عمل ريتنشن، فيبقى الفكره كلها ان الراجل يصور الرقبه ديلي، يعمل ديلي ميدي سكانز على الرقبه، يقول لو في باراثايرويد اندوما تفضل زي ما بقت هنا، تفضل هي الحته السوداء والثايرويد تبقى غسلت الميدي، الميدي طلع منها. بيقولوا كتير قوي انه احسن ميدي عين الجراح. عين الجراح اكسبيرينس اللي هو اللي بيعمل بارترايدكتومي كل يوم ده، ولا مش شايف كتير بارترايدز، يبقى اوريدي عارف شكل البارترايد اكتر من اي ميدي سكان. فيبقى الاجابه على السؤال از جاستيفايبل كوريت وضعف سكان ولا لا؟ ات از جاستيفايبل اف ذا سيرجن از اكسبيرينس. اكسبيرينس يعني هو ان كراين سيرجن بيشتغل باراثايرويدز ريجولارلي، مش زي ما بيقولوا اوكيجنال باراثايرويدكتومست. عارفين الجراحين كلهم ممكن يشتغلوا اي حاجه، فاللي بيشتغل كده مره كل حين يبقى ايه اوكيجنال باراثايرويدكتومست. لا احنا عايزين واحد اكسبيرينس تقوم تبعينه احسن لوكاليزنج تكنيك، تنقعوا على شكلها لها لون جميل البني شويه، يبقى ليه مارون كولر، لان البارترز قلنا عليهم مره قبل كده بيبقوا عددهم كتير، وكمان مش ثابت، مقاسهم وحجمهم صغير ولونهم شبه اللي حواليهم. فالحاجات دي كلها تخلي الجراح ممكن عنده مشكله في التعرف عليهم، يبقى عاوز يشتغلهم مظبوط، فممكن هيبقى عنده مشكله. عشان كده ساعات يعمل لو هو اكسبيرينس كفايه بيطمن نفسه لو هو مش بيشتغلهم كتير يعمل سكان. وطبعا لو هي عمليه معموله للمره الثانيه لو حاجه ريكارنت يبقى لازم يعمل سكان، عشان مش عاوز يقعد يدور في الرقبه في كل مكان. فطبعا اللي انتم شفتوه ده از سبايد ابريت بيفور ريكويستنج ريد اسوك سكان. اوكي وين سكان ذا سيرجن ريكويست ميبي سكان ميبي سكان في اي سكان ثانيه ثاليان تكنيشن ثاليان تكنيشن ثاليان تكنيشن سبتراكشن سكان ثاليان تكنيشن. كلكم عارفين تكنيشن بتاخد الثايرويد، الثاني اللي اتاخد بالثايرويد والباراثايرويد اطرحوهم من بعض، تفضل لو كان في حته في الباراثايرويد واحده هتفضل الباراثايرويد في وسط البياض بتاع الثايرويد اللي اتطرحت. هنشوف واحده فاضل معايا اللي هو كان عندنا وقت النهارده، لو لقيت بقى هنشوفها بكره. Which can the surgeon request? What operation does the surgeon have in mind for this lady؟ طبعا العمليه دي محتاجه الباراثايرويد اللي هو بتاعتها يتشال، امر بسيط يعني تعملها بارترايد ديدكتومي. هيفتح الرقبه واذا كان اوريدي لوكاليزنج وعارف انهي بارترايد اللي موجوده. بالمناسبه انتوا شفتوا معايا كلهم كتير بارترايدز، والكتير بارترايدز بيبقوا افكتيف اكتر، دي معلومه معروفه يعني ان الكتير بارترايدز افكتيف اكتر من السوبيريور. فهيفتح الرقبه ويلوكيت البارترايد ويشيلها. دي عمليه من العمليات اللي هي بيبقى مشكله الجراح فيها التعرف على الحاجه اللي عاوز يشيلها، ودي قليله المشاكل دي في الجراح. مش كده يعني الواحد عاوز يفتح يشيل الثايرويد مش عنده مشكله انه يتعرف عليها، عاوز يشيل المعده مش عنده مشكلته مش هتبقى تعرف على المعده، مش كده؟ لكن هنا مشكله من المشاكل اللي هي قليله شويه، الواحد ما بيبقاش عارف هو هيشيل الحاجه دي صح ولا لا. عشان كده ممكن يفضل ايه للعيان
ازاي يتعرف يقول دي البارثايرويد، ازاي يتعرف عليها؟ بلاستوبك سكان. ايه؟ سكان بلاستوبك سكان. السكان كويس، بس هو دلوقتي في العمليه. فروزن. فروزن بالظبط، يشيل الجلاند ويبعتها للباثولوجيست يقول له هي دي البارثايرويد ولا انا شلتها؟ ولا انا شلت حته فات؟ ولا شلت حته ثايرويد؟ ولا حته ثايموس؟ فيقوم يتعرف عليها بالفروزن. بالفروزن، او يعمل حاجه كمان ظريفه. الواحد اول ما يشيل البارثايرويد ادينوما ساعات جزء من البارثايرويد معين كده يقل على طول، يقوم ياخد عين الدم ويبعتها للمعمل يقول له بص البارثايرويد قل ولا ما قلش؟ لو قل يبقى قل، لو ما قلش يبقى عنده لسه عنده مشكله، لانه مش عاوز يقفل الرقبه وهو سايب البارثايرويد ليجن جوه ما يعرفش يعمله. ما اعرفش اعمله مره ثانيه ده بقى يبقى اصعب يعني. اوكي؟ هو الادينوما هو هايبربليزيا بس؟ ايه؟ الادينوما هايبربليزيا بس؟ لا الادينوما ادينوما، الادينوما اقصد يعني هي نفس الشكل بتاع الباراثايرويد بس اكبر ولا بيبقى ليها الهايبربليزيا بتبقى حجمها اصغر بكتير، بتبقى واخده الاربع جلانز، الادينوما بتبقى كبيره وبتبقى واخده غالبا واحده لكن ساعات بيبقى ملتقى. بالنسبه للفوز ممكن تبقى تايم اوف اوبريشن فروزن تايم اوف اوبريشن فروزن يعني وقت العمليه الجراح هيبقى فاتح الرقبه وشايل الادينوما مستني لما الباثولوجيست يرجع يقول له دي فعلا باراثايرويد. انتوا عارفين في برانش في الجراحه سبيشالتي اسمه بريس اندوكراينز، ده برانش لوحده، فالجراحين اللي بيعملوا اندوكراينز سبيشالتي بيعملوا طول الوقت، ما هو الشر ايه؟ عندهم يا ادرينال يا ثايرويد يا باراثايرويد، عندهم باراثايرويد سبيشالتي طول الوقت، فبعد شويه عينهم بتطمن قوي لمنظرها. خلاص هما بيبقوا مطمئنين دي باراثايرويد بالعين، بس اللي ما بيعملوش باراثايرويد كتير بيبقى عنده دايما شك، فيبقى يطمن بانه يعمل فروزن ويعمل الباراثايرويد ويشوف الباراثايرويد فعلا قال له ولا لا. اوكي هنرجع بقى نتكلم على عشان عملنا خلصنا بقيه الموضوع، عايزين نتكلم على البوكس اللي في الوسط اللي هي اسباب الهايبركالسيميا. الموضوع ده very popular by the way. It's a very popular exam topic. الهايبرباراثايرويديزم والهايبركالسيميا من الحاجات الكلاسيكس. من الكلاسيكس في الطب هو the cause of hypercalcemia. مشهورين قوي يعني. فهم لهم تقسيمات كتيرة، لهم تقسيمة اللي هي خمس حاجات. عشان نبقى ماشي كله خمسة. المقولة المشهورة اللي بتختصر كل المانيفستيشنز الهايبربارا هي the disease of bones, stones, abdominal groans, psychic wounds, fatigue over tones. مقولة مشهورة اهي بتراين حتى فيها سجع كده ظريف يعني ظريفة بيقولوا عليها the disease of bones, stones, abdominal groans, psychic wounds, fatigue over tones. Fatigue over tones, fatigue over tones يعني easy fatigability. psychic wounds, moon يعني يتقوى و groan يعني عنده pain. psychic wounds يعني depressed. fatigue over tones و abdominal groans. مشهورة مقولة مشهورة كلكم موجودين دلوقتي افتكروها بقى وانتوا خارجين عشان ما تنسوهاش تاني ابدا. الواحد لو فاكر الستمنت دي ممكن بقى يقعد يبني عليها. يقعد مش ممكن يلابوريت عليها لمدة مثلا صفحتين. ما هي كلها ستمنت واحدة. يقعد بقى يحكي الكيدي بيحصل فيها ايه والبوم بيحصل فيه ايه ودول ديبرست ومش عارف اصلهم ستات كبار واصلهم مش عارف ايه، يقعد يلعب لعبه كده كبيره من هم خمس حاجات. تعالوا نتكلم على اسباب الهايبركالسيميا. اسباب الهايبركالسيميا اللي هم البوكس اللي في الوسط. فطبعا اكبر سبب او اكبر سببين هي المالجنسي والباراثايرويد. الحاجات الباراثايرويد ريليتد يلاقي باراثايرويد ريليتد. الباراثايرويد بيجي زي ما انتم سمعتوا مني من دقيقتين زي ما كنا بنقول، اما بيجي فيها سنجل ادينوما ودي الاغلبيه، اما مالتيبل ادينومز، اما هايبربليزيا. وهايبربليزيا باي ديفينيشن بتاخد الاربع جلاندز، الادينوما باي ايفيدنس بتاخد وان جلاند ان ذا فاست ماجورتي. وطبعا ساعات تبقى كارسينوما زي ما انتم سمعتوا، لان الكارسينومز عموما مش بتشتغل كفايه بحيث ان تطلع بارفورمون كتير، لكن ساعات بتحصل وتطلع كتير. في حاجه ثانيه في دي كلها بيقولوا عليها برايمري هايبر بارا. انتوا معايا ولا مش معايا؟ شكلكم مش معايا على فكره، احنا لسه هنتكلم عن الموضوع ده مره ثانيه بالطريقه اللي هي ديفينيشن ايكولوجي وطريقه الدايجنوستيك وتريتمنت عشان احنا متخصصين في بعضيها الوقت.
فبكره هنتصل تاني ونقوله بابروتش مختلف وقلنا هنلاقي الوقت اتزنق فهنكلفته طبعا بس احنا قلنا كتير يعني. فالكيدني لو في رينال فيلير انتوا معايا ولا لا؟ بيبقى في فوسفيت ريتنشن الكيدني بتريتين لما يبقى في رينال فيلير بتريتين الفوسفيت بس كده الفوسفيت ريتيند يبقى اوتوماتيكلي الكالسيوم يقل لان في كونستنت ما بينهم في كونستنت ما بين ده وده ده تفضل الفرق المجموع او يعني قصدي محصله الدار هم ببعض كونستنت فاذا كان الفوسفيت يبقى ريتيند يقول الكالسيوم يقل يقول لما الكالسيوم يقل الهرمون المسؤول عن المينتنس بتاعه في الدم يبتدي يصور ويزود الموبيلايزيشن اوف كالسيوم فروم ذا بون والابزوربشن بتاعه من الكيدني ومن او الكيدني هنا تبقى فيلينج من الانتستين يوم يجي لهم حاجه اسمها ايه؟ سكندري هايبرفارا سكندري هايبرفارا ده هتحطها تحت رينال كوزز دي هتحطها تحت رينال كوزز اوف هايبركالسيميا لان لما يحصل رينال فيلير يبقى في رينال فيلير يبقى في فوسفيت ريتنشن الكيدني كمان اكسيد الفوسفيت يبقى كوليك يبقى في هايبوكالسيميا يبقى في هايبوكالسيميا تقوم الباراثايرويد تطلع باراثرمون ان اتمت تو موبيلايز اند انكريز ذا سيرم كالسيوم يعني ان اذر ووردز لو كنتوا بتعملوا الباتري اوف انفستيجيشنز الصغيره اللي في البوكس الاخيره دي اللي على اقصى اليمين ولقيته انتم مشخصين هايبر بارا ولقيته الفوسفيت عالي يبقى ده سكندري مش برايمري لان البرايمري الفوسفيت بيبقى فيه ايه؟ واطي لان الباراثرمون نفسه بينزل فوسفيت في اليورين لكن هنا الفوسفيت هو اللي ابتدى المشكله هو الكيدني مش قادر تنزل فوسفيت فالفوسفيت بقى تاني فالكالسيوم قل فالكيدني فالباراثرمون ابتدى باراثرمون جديد يسموه سكندري هايبر بارا انتوا عارفين بقى قول ما هو عشان كده ما بقاش عالي قوي لما ده بحق بيقول عليها ساعات نورمال كالسيميك هايبر باراثايرويديزم بيقول عليها نورمال كالسيميك من ضمن اسبابها الاليون الواطي لكن ضمن اسباب تاني من الفيديو بيقول عليها نورمال كالسيميك هايبر بارا لان الكالسيوم مش عالي قوي هي حاجه صغيره بيقول عليها نورمال كالسيميك هايبر باراثايرويديزم في انتي كده زي ما قلنا لان احنا مش انتوا الكيسس اللي معاكم دي من ضمنها مش كده؟ لان السيروم كالسيوم بتاعها 11 ولا 10 ونص؟ 11 طيب ما هو دي نورمال كالسيوم بيقول عليها نورمال كالسيوميك هايبر بار الهايبر بار الحاجه الاخيره ان لما الجلاند بتبتدي تبقى سيميليتد اول ذا تايم يعني في رينال فيلير اللي عنده رينال فيلير عنده هايبوكالسيميا بيرسيستنت عنده بيرسيستنت سيميليشن للباراثايرويدز طول الباراثايرويدز بقى تقول لا انا اوتونومس بقى ثم تقلب تبقى اوتونومس بعد ما كانت سكندري اوتونومس يعني تحكم نفسها بنفسها مش مستنيه بقى الكالسيوم يوطى عشان تشتغل لا تشتغل كده ولا كده هتقدر تشتغل تيجي يقول لك ترشي هايبر بار يبقى هي تيرشري يعني في برايمري وسكندري وتيرشري تيرشري اللي هو السكندري اللي هو اكسسيف سيميليتد او سيميليتد فور لونج تايم ايه اللي بيبقى اوتونومس يوم يقول عليه تيرشري هايبر بارا يسموه تيرشري يعني الهايبر بارا له ثلاثه فورمز برايمري وسكندري وتيرشري والسكندري والتيرشري او السكندري بالذات في الخطوه تبع رينال كوزز لكن الماليجنسي معروفه الماليجنسي اللي بيعملوا هايبر كالسيميا السيتويشن ويل نون ان elderly او ميدل aged فيميل او ميل جوز هاف تشيك اب دي تيرن اب تو هاف ا هايبر كالسيميا ذن دي لوك فور ذا كوز ان ذا فاست ماجورتي ات ويل نوت بي امبورتنت او ات ويل بي ا هايبر بار بس ان ا جود برسنتج اوف تيرن اب تو بي ا ماليجنت ثينج والماليجنسي اللي بتعمل هايبر كالسيميا ثلاث حاجات مش هتركوا كده مش معايا والبتاع دي مهمه وبتتسال على فكره بقى على كل المستويات من اول اندر جراديوت
للاكتر من كده للاكتر من كده لكل المستويات. سؤال فيفورت the causes and the management of hypercalcemia من ضمن الكلاسيكس. انتوا عارفين في حاجات كده كلاسيكيه قوي دي من الكلاسيكس على كل المستويات، وبطنه وجراحه وانكولوجي ومش عارف روماتولوجي وكل حاجه، لانه حاجه وارده تقابل كل الناس. فالماليجنس اللي تعمل الهايبركالسيميا مين يقول لي عليها؟ بريست كانسر بروكوجينيك كارسينوما. هما ثلاث حاجات، يا اما ماليجنسي والميتاستاسيس، يا اما ماليجنسي عامله اكسسيف بون ديبوزيتس وعامله اكسسيف بون ديستراكشن وتيرن اوفر وموبيلايزيشن الكالسيوم. يعني الكانسرز اللي عملوا اكسسيف ديبوزيتس، احنا كنا مره قبل كده قلنا ان الكانسرز اللي عملوا بون ديبوزيتس معروفين ميد لاين بالظبط. ما هو ايه يا محمد قول؟ الثايرويد والبريست البريست والبرونكوس والكينيا والبروستيت. كنا سمعناهم ولسنا ورا بالمره، قلنا الثايرويد هنا والبروستيت هنا وكيدني سوبرينال وبريست وبرونكوس. برضه one other classic classic questions معروفين، the primary tumors that such the bones. A classic question. فلما الواحد يبقى عنده extensive bone deposits اعوذ بالله من يجيله hypercalcemia، يبقى malignancy with metastasis دي معروفه. لكن ساعات المالجنسي without metastasis بتعمل hypercalcemia اللي انا بتطلع PTHRP اللي هو البارتوبون ريليتد بروتين. البي تي اتش ار بي بيقول عليه بي تي اتش ار بي ار سو اي ار اللي هو البارتوبون ريليتد بروتين، يجي يعمل بيكتشر زي يعمل حاجه الكالسيوم. لكن في كمان التيورز التالتين المالجنسز التالته اللي هي بتطلع من البون مارو وديستروي ذا بون. ذا بون مارو هما السرطومه طالعه من العظمه مش طالعه من البون مارو، لكن المشهوره بتطلع من البون مارو نفسه اللوكيميز واللينفومز ويمكن اشهر من دول المالتيبل مايلوما اللي هي المالجن تيومر اللي بيطلع من البلازما سيل. المالجن تيومر اللي بيطلع من البلازما سيل بتطلع اندوجلوبلينز. المالتيبل مايلوما هنعملها في العظم بعدين ان شاء الله وقت هنعملها طبعا في الهيماتولوجي والانكولوجي مع العظم. يبقى المالجنسيز اللي بتعمل ال هايبركالسيميا ثلاثة مجموعات، حاجات طالعة من بون مارو زي المالتيبل مايلوما وزي اللوكيميا وزي الليمفومز، وحاجات طالعة من أي حتة بس بتطلع بي تي اتش ار بي. بي تي اتش كلهم كابيتال، ار صغيرة بي كبيرة، بي تي اتش ار بي، أو حاجات بتطلع تعمل اكسنسيف بون ديبوزيتس. أنتوا قلتوا أمثلة مشهورة، البريست بيعمل هايبركالسيميا، الكيدني هاك المفروض تعمل هاك الكالسيميا، والبرونكوجينيك بالذات النوع منها الابيدرمويد. الابيدرمويد بس هو بالذات البرونكوجينيك هي اللي بتعمل هاك الكالسيميا. فمعرفين يبقى الحاجات الباراثيرويد ريليتد والحاجات المالجننت والحاجات الرينال، وطبعا الحاجات اللي هي دكتور والتيومرز سكيتنج الباراثيرويد هرمون ريليتد بروتينز دي في امثله معينه هي معروفه ولا؟ زي اللي انا قلتهم البريست والكيدني والابيدرمويد والسمه بتاعت البرونكس هم دول المشهورين. الحاجات اللي بتزود البون تيرن اوفر، الحاجات اللي بتعمل تيرن اوفر للبون سريع وموبيلايز الكالسيوم من البون، زي ابسطهم الموبيلايزيشن، يعني الناس اللي هم ما بيتحركوش كتير تلاقي عندهم الموبيلايزيشن الكالسيوم في البون. الناس اللي عندهم ايه كمان اللي بياخدوا ثايزايتس، اللي بياخدوا ثايزايتس بيحصل لهم نفس الحكايه، تلاقوا الثايزايتس لونج تيرم رايز الكالسيوم من العظم. طبعا حاجه ثانيه اللي هي الفيتامين دي، اكيد الناس اللي عندهم فيتامين دي انتوكسيكيشن عندهم هايبركالسيميا. ومين يعرف ايه كمان تبع الفيتامين دي؟ الفيتامين اي طبعا. الفيتامين اي انتوكسيكيشن بيعمل برضه هايبركالسيميا لو هم عارفين تبع البوم bone turnover increase bone turnover. ده كمان اول حاجه ابتدينا بيها في الكورس بتاع الجراحه ده او الموديول كانت مين؟
الثايرويد قلنا قبل كده ان الهايبر ثايرويدزم از وان وان نون كوز اوف هايبر كالسيميا لانه موبيلايز الكالسيوم من العظم وبيعمل لو انتم فاكرين لما الجراح يعمل ثايرويدكتومي بابس فويدر تلاقوا جاله هايبوكالسيميا بعد العمليه مش عشان هو شال بارا ثايرويد عشان بونز كانت عطشانه او جعانه للكالسيوم وسمعنا قبل كده هانجري بون سندروم قلنا عليها الهانجري بون سندروم الهانجري بون سندروم ريفيرز تو ذا ديبوزيشن اوف كالسيوم اند باك ريتيرن اوف كالسيوم تو ذا بون ونيفر ريموف ذا كوز اوف ذا هايبركالسيميا بيقول عليها الهانجري بون سندروم قلناها مره قبل كده الهانجري بون سندروم بتوقع يحصل برضه بعد علاج الهايبر بار يعني نشيل البارت اللي هو طلع الكالسيوم ورجع للعظم ويجي عندي جيله هايبوكالسيميا عشان جاله اللي كان عنده ذا هانجري بون سندروم بتوصف نفسها هانجري بون جعانه للكالسيوم ما فيهاش اي نوع من الفيكس يعني دي حكايه الفيتامين دي فيتامين دي انتوكسيكيشن الفيتامين دي انتوكسيكيشن الناس اللي بياخدوا فيتامين دي كتير الفيتامين دي ده شغلته ان هو بيعلي الكالسيوم بيأبزورب الكالسيوم من الكيدني ومن الانتسم لكن في كمان حاجه ظريفه قوي اللي هي الجرانيلوماتوس ديزيز زي الساركويدوز وزي ساعه التي بي كمان الماكروفيجز بتاعت الجرانيلوماتوس ديزيز الساركويدوز نشرهم بتقدر تعمل هيدروكسيليشن للفيتامين دي تخليه مش عارف 125 هيدروكسي كولي كالسيفيرول زي اللي بيحصل في الكيدني فتقوم كانها بتعمل ايه؟ بتعمل اكتيفيشن للفيتامين دي يعني من ضمن الاسباب المشهوره للهايبركالسيميا اللي هي طبعا الساركويدوز الساركويدوز اللي هو ما اعرفش انتوا عارفينه ولا لا اللي هو ليجن في السيميلر تو تي بي للستات بيجي لهم بايلاترال هاي للانترنت بيجي لهم راشز في رجلهم اسمه ساركويدوزز ومن ضمن الاسباب المشهوره ان الماكروفيجز بتاعت الجرانيولوماتوس ديزيزز ليست اوف جرانيولوماتوس ديزيزز بتقدر تعمل هيدروكسيليشن للفيتامين دي وتعمل له اكتيفيشن فكانها عملت فيتامين دي انتوكسيكيشن انتوا شكلكم ان انا حطيت لكم خمسه مجموعات. انتوا عارفين ازاي الواحد ممكن يجمع حاجات وازاي ممكن يفصلها. ولازم يبقى عارف اثنين يحط لسته مفصله من الاشياء وبعد كده لسته مجمعه لان الاهم هو انه يجمعهم مش انه يفصلهم. طب في خمسه مجموعات حاجات فيتامين دي ريليتد حاجات فيتامين دي ريليتد حاجات فيها انكريز بون تيرن اوفر بالكالسيوم وحاجات بارت ثايرويد ريليتد حاجات مالينسي ريليتد وحاجات كيدني ريليتد هما في خمسه مجموعات لما تعالوا كده مش ولا ايمج الحمد لله تعالوا كده نلخص الكلام ده قلنا في خمس في ثلاثه بوكسز وخمس حاجات البوكس الاولاني بتاعت المانيفستيشن اوف هايبر كالسيميا بونز ستونز ابدومينال جروفز سايكليك بونز كيكوبرتونز الواحد يحب يحفظها وفي حاجات كده بطلعتها الواحد يسمعها مره ما ينساهاش ليه ما اعرفش في حاجات كده لها قبول اكتر من العادي الانفستيجيشن سهلين قوي سيرم كالسيوم فوسفورس يورينري كالسيوم وفوسفورس وبارا هرمون طبعا يعني ببساطه شديده الافريج كومن كيس اللي عنده هايبر كالسيميا ومعه بارا هرمون عالي ده اولموست الدايجنوزس بتاع الهايبر بارا بقى دوكيومنتد فيه عاوزين نعمل ايه؟ عاوزين نحاول نلوكالايز الباراثايرويد ونشيلها انتوا عارفين البرايمري دايجنوزز دايما بيعدي مرحلتين البرايمري ديزيزز التشخيص بيعدوا مرحلتين في التشخيص بيكونفيرم الاندوكرينولوجيكال بروبلم بعد كده لوكالايز في مرحلتين الواحد بيقول ده هايبر بارا طب فين؟ مش بيقول ده عنده ليه سكان بوزيتيف ده هايبر بارا ده هايبر بارا يعني عنده كالسيوم عالي بارا هرمون عليه طب فين بقى الادينوما؟ نفس الكلام عنده كاتيكولامينز كتير يعني عنده فيرو طب فين بقى؟ موجوده فين في البطن؟ فالواحد دايما بيعدي في مرحلتين مرحله الاول كونفرميشن اوف ذا دايجنوزس المرحله الثانيه اللي هي لوكاليزيشن اوف ذا ايجو
دايما الكرونيك ديزيز بيعدي في المرحلتين دول. نيجي للبوكس الصعبه شويه اللي هي بتاعت الاسباب. الاسباب اللي هم فرق ثيرود ريليتد طبعا اولهم، والحاجه الثانيه اللي هي مليجنسي ريليتد الثلاث انواع، والحاجه الثالثه اللي هي الكيدني ريليتد واللي فيها انكريز هول تيرن اوفر والفيتامين دي ريليتد. فيتامين دي انتوكسيكيشن او برين ليمتد ديزيزز لايك ساركويدوزز اند تي بي اند اذرز. الهول تيرن اوفر اللي هو immobilization واللي هو فيتامين A intoxication والهايبرثايرويديزم ومش عارف قلنا حاجه كمان والثايزايتس بالظبط. الكيدي طبعا اللي هي الفيلي لسه بس عندنا حاجتين ايه عايزين نفصلهم، والمريكنس والبارثايرويد ناقص بس حاجتين، ناقص حاجتين نسال ان احنا نقولهم. هنخلص عند النقطه دي وهنكمل بكره نبص على الايمجز وبالتالي هيبقى الهايبر بارا اولموست خلصت. الهايبوكالسيميا طبعا احنا عملناها ورقه قبل كده مع الثايرويد ديزيزز مع الثايرويدكتومي هنعملها بسرعه قوي، وبعد كده نتكلم على الادرينال. هنخلص الثايرويد قصدي البارتنر نتكلم على الادرينال ان شاء الله هتخلص الموديول دي الاسبوع ده. في سندروم مشهور قوي نادر قوي بس مشهور، الناس اللي بياخدوا عندهم كبتك ألسر وطول الوقت قاعدين يشربوا لبن. بالظبط الناس عندهم كبتك ألسر بيشربوا لبن وبياخدوا كالسيوم كربونيت ألكن أنتاسيد، فيقولوا عليها لما بيحصل لهم كده يبقى عندهم كالسيوم ابزوربشن كتير، عندهم الكالي ابزوربشن كتير. ومعروف ان لما الكيدني تلاقي فيه الكالي كتير تقوم كتير ابزورب كالسيوم تقوم يبقى فيه فيشس سيركل، بياخدوا لبن وكالسيوم بيابزورب الالكالي واللبن يقوم الالكالي تخليهم تخلي الكيدني تلاقي ابزورب مور اند مور كالسيوم يقوم يبقى فيها كالسيوم يقوم يبقى فيه الكالي ابزوربشن يقوم يبقى فيه مش السيركل تبقى بيربتويتد بيسموه ايه السندروم ده؟ ذا ميلك الكالي سندروم اسمه ذا ميلك الكالي سندروم ده تبع الكيدني ده تبع رينال كوزز او رينال بيس كوزز بيسموه ذا ميلك الكالي سندروم بيقولوا عليه ذا ميلك الكالي بيجي الناس عندهم فاكت اكثر لما كانوا زمان اكثر من دلوقتي ياخدوا كالسيوم كربونيت انتسيد والكالسيوم كربونيت ده بيبقى ابزوربل بيابزورب دلوقتي بياخد انتاسيدز كتيره نون ابزوربل لكن كانوا زمان ياخدوا اكتر ابزوربل انتاسيدز ياخدوا كالسيوم كربونيت مع ميلك بيابزورب لوت اوف كالسيوم اند لوت اوف الكالي اللي هي الكربونيت الالكالاين بي اتش تخلي الكدني تري ابزورب مور اند مور كالسيوم البيكتشر تبقى في فيش السيركل خدنا كالسيوم الكيدني بيتربى وفي بي اتش الكلاين تري ابزورب كالسيوم تبقى مور اند مور هايبر كالسيميك اند سو اون. وناقص اخر حاجه ناقص اخر سبب ظريف قوي معروف في مجموعه من الناس عندهم يقولوا عليها الكيدني بتاعتهم بتري ابزورب ا لوت اوف كالسيوم فيقول عليها بناين هايبو كالسيوريك هايبر كالسيميا يعني واحد لقى الكالسيوم بتاع البني ادم ده عالي هو على طول اول حاجه بيعملها يشوف اليورينري كالسيوم عالي ولا لا لو لا قليل يبقى بيفكر قوي ان ده ممكن يطلع بناين هايبو كالسيوريك هايبر كالسيميا بيسموه بيناين هايبو كالسيوريك هايبر كالسيميا وخوك هون الدوش من الاسباب بس هو ده دي كانت النهارده المين ثينج اللي هي الثلاث حاجات اللي اتكلمنا عليهم مانيفستيشن اوف هايبر كالسيميا اسباب الهايبر كالسيميا الانفستيجيشنز بتاعت الهايبر كالسيميا لما اقول لكم مره اخيره على الناس دول الناس عندهم بيناين واسمها بيناين عشان ما هياش مؤذيه اسمها بيناين هايبو كالسيوريك هايبر كالسيميا بيناين هايبو كالسيوريك هايبر كالسيميا
تلاقوا ال تلاقوا الريسبتورز اللي بتسنس الكالسيوم ليفل في الكيدني وفي الباراثايرويد ابنورمال. بيسنس الكالسيوم على انه اوطى من طبيعي. لما يسنس الكالسيوم اوطى من طبيعي يعملوا ايه في الكالسيوم؟ يعملوا ري ابزوربشن والباراثايرويد تطلع شويه باراثرمون. ما ان الكالسيوم مش واطي ولا حاجه. عشان السنسورز بتاعت الكالسيوم بتشتغل نورمال بتسنس ان الكالسيوم از لور ذان ذا رياليتي. لو يقولوا عليها بناين هايبوكالسيوميك هايبوكالسيوم. اصبروا بقى معايا دلوقتي لما نبص على فيلمين كده اذا كان عندنا وقت كده ما حدش لسه جه. طبعا لو حد جه هنعمل ايمرجنسي ايفاكيويشن لل مسودة عشان في ايه؟ في
تيرن اوفر العقل. هي بول تيرن اوفر فده سوبر ده زي ما بيقولوا سوبر سكان ده هوت سكان اول اوفر. لسه بص معايا حاجه كمان اجلانيشن بص عليها بعد كده. هو في حد جاله لسه احسن مالتي لوكيلر مليان ترابيكيلر الليجن ده وهو
well defined يمكن في حتة thickening كده لكن كله عامل licensed bone. Another form of زي ما بيقولوا osteitis fibrosa cystica. Sacularia brown tumor of hyperpar. Sacularia the brown tumor of hyperpar that is. حاجة ملهاش علاقة خلاص كده خلصنا هاي الهايبر خلصناه النهارده نايس بس نبص على حاجة بالمرة قلناها قبل كده طبعا دي تشيست اكس راي ايه يا ارقام دول ايه؟ لا ده مش واير لوكاليزيشن ده الواير لوكاليزيشن كان هيبقى مامو جرام لكن دي تشيست اكس راي ايه؟ ايه؟ دي اللي هي وريتها لكم دي اللي هي سبكتينيس بورت دي البورتا كاف ده سنترال لاين سنترال لاين اهو لو انتوا فاكرينه اهو ده السنترال لاين محطوط في الاي جي بي وداخل هنا في الاول سبرينج جايبه ودي البورت اللي تبقى موجوده تحت الجلد عشان الواحد يحقن منها دي البورتا كاف هي لفت معاكم مره من المرات مش شفتوها في ايدكم كده مره اي دي الاكس اي بتاعتها هوريها مره ثانيه عشان تبقوا شفتوها اخر حاجه هوريها لكم بمناسبه البونز والكلام ده طبعا واضح ان دي فيرتبرا مش بقى مش سويدة فيرتبرا ايه؟ مبيضة خالص سكلروتيك بصوا 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 عامل ازاي اهو شايفين كل البونز بتاعته مبيضه ازاي حتت منها ده منظر الاوسيوسكلروتيك ديبوزيتس دول الميتاسيس الحاجات زي البلاست زي البلاستيك لما يبقوا سكلروتيك لما يبقوا عاملين هول مش مكسرين العظمه شايفينها بيضه ازاي؟ شايفينها بيضه قوي مش عشان الاكس راي هارد ولا حاجه خالص ده البرتاب اللي فوق تحتها نورمال وهي مبيضه لو تاخدوا بالكم الراجل عنده ده السكروتم بتاعه مليان هواء جوه السكروتم يعني عنده ايه جوه السكروتم؟ باور لوبس يعني عنده هرنيا بالمره شايفين عنده هرنيا بصوا الباور لوبس ده ايه يعني انا هنقعد بقى نروح كده النهارده وهنكمل بكره ان شاء الله